وربنا يا برنس انا ما كنتش متفائل. اول مره اشوفها دي، اول مره اشوفها. يعني الطياره قبل ما تطلع قال لك البعثه هتتاجل سفرها عشان حصل عطل فني في الطياره. يعني الاهلي صارف ومكلف جايب طياره خاصه، يعني مفروض يعني جاهزه لكل حاجه، حصل فيها عطل فني. قلنا ماشي نتاخر ما فيش مشكله. طلعنا بالطياره، عمك موديس لابس النظاره، الدنيا كانت شمس ساعتها في الماتش، ولابس النظاره بيتكلم في التليفون، ولا الطياره فيها شمس ولا الطياره فيها شبكه. ماشي ده الحوار اللي ايه كان خانقني من الطياره الزفت ديت. ولكن يا برنس نوصل غانا بالسلامه. الراجل بقى اللي هو ايه بيزق الطياره بعربيه، تعرفش ده كان شارب ايه، ده الله يخرب بيته عامل ايه، خبط الطياره. يا عم يا عم ما تفتح يا اخي، ادي الطياره اتركنت، وادي اللعيبه مش لاقي حته تنام فيها، وعمال يتصلوا بهنا ويعملوا هنا، مفيش حل. ويعني كده يا جماعه يعني مستحيل الماتش يتلعب في ميعاده، مستحيل يا جدع. بقول لك اللعيبه مش لاقيه مكان تنام فيه. طب هنعمل ايه يا جدعان؟ هنعمل ايه يا جدعان؟ ايه يا افريقيا؟ ايه يا افريقيا؟ ما عندنا ليه؟ ما عندنا ليه يا افريقيا؟ قولي لي بس يعني ايه بينك يعني بيننا وبينك؟ يعني انا مش عارف، انا مش عارف والله العظيم. ربنا يستر. اهم حاجه بس ان هم كلهم سلام، دي اهم حاجه، اهم حاجه. مش مشكله الماتش يتاجل، مش مشكله يعني. ولكن القصه هو يعني هو ما اتاجلش، بس هو المشكله لازم يتاجل. ده مش حل تاني يعني. انت متخيل اللعيبه هو المفروض اساسا الاهلي دلوقتي يوصل غانا، المفروض بقى ان هو ايه الطياره كانت تنزل هتفول، وبعد كده يطلعوا من المطار بتاع غانا ده هيروحوا المكان الخماسي اللي هم هيلعبوا في الماتش. ماشي، فدي لازم يركبوا طياره. فالقصه دلوقتي مفيش طياره ولا عارفين يلاقوا حجوزات ان هم يروحوا المكان اللي الاهلي بقى ايه حاجز فيه حاجته هناك، اللي هو الفندق والكلام ده كله، مش لاقيين، والمسافه بعيده جدا بعيده جدا. فبيقولوا لك دلوقتي ان بيفكروا ان هم يبعتوا طياره من مصر تروح لهم غانا. ما هو مش لاقيين طيارات في افريقيا، مش لاقيين طيارات في افريقيا، وربنا يسترها علينا يا جدعان، ربنا يسترها علينا. يعني انا مش عارف افريقيا، مش عارف قاره افريقيا عاوزه مننا ايه، عاوزه مننا ايه. يعني يا جماعه الواحد قاعد حاطط ايده على القلب والله. ده الواحد اول ما سمع الخبر عندنا الصدام، ده انا قمت اتمطرت كده، قلت في ايه، في ايه بجد. ولكن ادينا هنشوف خلال الساعات اللي جايه ايه اللي هيحصل. الواحد مش هينام، الواحد مش هينام لغايه لما يعرف. لازم يعرف لعيبتنا هيحصل فيها ايه، ولازم يحصل ايه، نطمن عليهم واحد واحد. انت متخيل بيقول لك اللعيبه دلوقتي قاعده في المطار مش لاقيين حته باينه، وفي عمال يدوروا على فنادي، يدوروا على اي حاجه، كلموا السفير، عمال يكلموا كل الناس، كلموا بتوع شركه الطيران، يناموا في الطياره حتى بقى. ما قدمناش حل تاني يا جماعه. يعني مش عارف ايه الصدمه دي، ايه الصدمه دي. ومستحيل يعني الاهلي بقى يبدا بقى ان هو يبدا يبعت للكاف، المفروض يخلي عندهم دم وياجلوا الماتش، يخلي عندهم دم وياجلوا الماتش. ما يا جماعه مش هينفع نلعب والله، يعني مش هينفع، مستحيل. يعني انت متخيل المشكله لو اتحلت النهارده، ده لو اتحلت النهارده الاهلي هيوصل بكره بالليل في الحته اللي احنا رايحينها دي، ماشي، والماتش يوم الجمعه، فهنلعبها ازاي؟ مش هنعرف نلعب، فلازم يتاجل، مستحيل الماتش ده يتلعب، لازم يتاجل. فهمني يا اتحاد افريقي، فهمني ولا مش فاهمني، عشان ما اجيلكش، عشان خلاص احنا خلاص قضينا من الاتحاد الافريقي. فربنا يستر علينا، والحمد لله يا جماعه، الحمد لله يعني اللعيبه كلها بخير، الحمد لله يعني مفيش مشكله. لكن هي جت في الطياره، الاحول اللي سايق، الاحول اللي سايق اللي خبط، الله يخرب بيته.